بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا ترنم القلم على قتال الفكرة والشجن متجولا حينا ومتأملا أحيانا فالموضوع كالدوحة المثمرة أغصانها وارفة وثمارها متعة لذيذة فحقا تحتاج إلى صفحات وصفحات كينات على ثمارها فما بالنا بضلالها الورفة فهذا جهد متواضع لعله أنار أغصانها غصنا من أغصانها وهفع عبر أشجان وأفكار متدافعة لعلني قدمت شيئا نافعا والله أسأل إن يوفقنا عبر صفحات الحياة لتغدو خرائط الأمل زاهية متألقة في عالم الحقيقة ليسعد الجميع. ما بعد فأنا سوف أقدم نبذة عن تجربتي التي قضيتها في شركة إنفوتيك كاشيف إنفوتيك في تشناي في جمهورية الهند المحترمة. لقد قضيت في هذه الشركة شهر كاملا وتعلمت منه وتعلمت كثيرا وكسبت الخبرة الكثيرة. منها كسبت الخبرة في مجال عملي وهو في التصميم وفي شيء في مجال عملي في مجال تخصصي هندسة الطيران. فقد وجدت الموظفين ومدير الشركة متعاونين معنا ومحترمين بأكمل وجه وأنا أقول شكرا لهم من أعماق قلبي على كل الأعمال الطيبة التي قدموها لنا في خلال فترة الذي قضيناها في هذه الشركة. فلقد شفت في هذه الشركة وتعلمت أشياء لن أكون أعرفها فالحمد لله الموفق على كل شيء وأوجه شكري لمدير الشركة وأقدم عن نفسي الاسم حمير ناصر صالح عبد الحرازي من اليمن أدرس في كلية أكسل لقد والآن أنا أتعلم في تدريب مدة شهر كامل في هذه الشركة وأشكر كل من تعاونوا معنا في هذه الشركة ومدير الشركة وكل شيء وهكذا لكل بداية النهاية وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقا في سردي للعناصر السابقة سرد لا ملل فيه ولا تفسير موضح الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشائق الممتع وفقني الله وإياكم وشكرا ومع السلامة.